وللحديث عن واقع الجيش في العراق والاتهامات بالفساد الحاصل فيه، معنا من مدينة هلسنبرغ السويدية الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية الأستاذ فرات خورشيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم وعلى مشاهديك الكرام. حياكم الله. موقع We Are The Mighty الأمريكي يؤكد أن الجيش في العراق تحول إلى جيش للأشباح، ما دقة هذا التوصيف وأين التدقيق بقوائم المنتسبين وأعداد قوات الجيش؟ طبعا للأسف أنه الجيش العراقي حاله من حال بقية مؤسسات الدولة العراقية بعد الاحتلال، كلها خاضعة للمحاصصة ونال الفساد منها يعني منال كبير وتغلغل بكل تفاصيلها. يعني كانت ممكن تكون هناك معالجات للفساد في بقية المؤسسات الحكومية لو كان هناك على الأقل مؤسسات أمنية رصينة، يعني جيش وشرطة قادرة على حفظ القانون وتنفيذ الإجراءات القضائية بحق الفاسدين، ولكن وصول الفساد إلى هذه المؤسسات التنفيذية التي هي يعني جوهر هيبة الدولة جعل من الفساد يعني منظومة تتوسع على حساب المواطن العراقي والثروة العراقية. من المسؤول عن تجاوز الشروط التي من المفترض أن تكون قاسية بالانتساب للقوات الأمنية الحكومية في العراق؟ هو لكل دولة يعني تكون هناك شروط أساسية للانضمام للمؤسسة العسكرية، من أهمها يعني التحصيل العلمي ثم السيرة الحسنة والسلوك السمعة الطيبة التي يجب أن تكون يعني واضحة في أخلاق الإنسان العسكري. ولكن ما حصل بعد قرار بول بريمر الحاكم المدني لسلطة الاحتلال عام 2003 وما بعدها بحل الجيش العراقي وتأسيس جيش مبني على يعني طائفية وولاءات حزبية، أصبح لكل حزب ولكل فئة حصة في هذا الجيش العراقي بغض النظر عن امتيازات أو قدرة هؤلاء الأشخاص الذين ترشحهم أحزابهم كعسكريين في المؤسسة العسكرية العراقية جيش وشرطة. طبعا معا لا ما نقدر نفصل واحدة عن الثانية لأنه الاثنين عانوا من نفس المشكلة، فكان تسمية الأشخاص لولائهم فقط بغض النظر حتى عن التحصيل الدراسي، يعني الرتب كانت تمنح بشكل عشوائي ووصل لمراحل ومواقع متقدمة في قيادات الجيش العراقي أشخاص لا يفقهون من القيادة العسكرية أو الإدارة التنظيمية على الأقل أي شيء. هنا أيضا ما الذي ينقص قوات الجيش في العراق حتى وصلت إلى هذا المستوى المتدني من الجاهزية والفاعلية؟ أين ذهبت الأموال الخارجية والموازنات الانفجارية التي كان من المفترض أنها تبني جيش قوي؟ أولا ينقصهم الكفاءة والتدريب لاكتساب الخبرة والمقدرة على إدارة الملف الأمني. ثانيا ينقصهم الولاء. المقياس الأساسي لمنح الرتب أو الترقية واستمرارها ووصولك إلى مواقع قيادية هو الولاء الحزبي ودعم الحزب لهذا الشخص من ذاك، وليس الكفاءة أو القدرة. المنصب الذي هو يعني من أهم مفاصل الجيش حينما تكون الوحدة يعني العسكرية بأمرة شخص كفوء وقادر على إدارتها بالشكل الصحيح والسليم، أكيد سنجد هناك قدرة على تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليها. ولكن حينما يكون آمر هذه الوحدة قد نال المنصب مقابل مبلغ مالي يدفعه لمن يمنحه هذا المنصب، وهذا ما معروف أيضا من فترة الاحتلال بعد 2003 ولحد الآن بأن المناصب تشرى في المؤسسة العسكرية العراقية مثل بقية المؤسسات، فيتولى المسؤولية شخص غير قادر على إدارة المهام بشكل سليم ولا يمتلك الخبرة ولا يستطيع أن يقدم شيء، لكن همه فقط هو جني الأموال من هذا المنصب الذي يشغله لدفع هذه الأموال لمن منحه المكان. هنا السؤال أيضا إلى أي مدى أثر وجود وهيمنة الميليشيات الولائية داخل الوحدات العسكرية في العراق على غياب العقيدة الوطنية؟
من القرارات الكارثية التي يعني قضت على ما كان يمكن أن يتبقى من أمل في إنشاء جيش عراقي قوي وسليم، هو قرار دمج الميليشيات. الميليشيات هم أشخاص لهم ولائهم وعقيدتهم التي يدينون بها لأحزابهم ولمراجعهم. هذا الشخص حينما تغير لباسه من لباس ميليشياوي إلى لباس جندي أو ضابط، لن يتغير من داخله شيء، فقط المظهر يبقى الولاء والعقيدة والانتماء السياسي أو المذهبي كما هو. بهذه الحالة احنا للأسف لم نعمل على دمج الميليشيات في الجيش، وإنما عملنا على تسليم الجيش لتلك الميليشيات، فأصبح أفراد الميليشيات يتموقعون في مواقع عسكرية ولكن تبقى عملياتهم وولاءاتهم وخدمتهم لنفس الميليشيا التي جاءوا بها. طيب هنا، كيف وافق ضباط وقادة في الجيش على دمج الميليشيات غير النظامية بالجيش تتبع لإيران وافقوا بهذه السهولة؟ أين الدور الأمريكي مما يجري، ولا سيما مع المساعدات المقدمة من قبل الإدارات الأمريكية؟ وهل من الممكن أن نقول أن أمريكا دفعت باتجاه أن يكون الجيش العراقي جيش دمج؟ يعني كما قلت لك في بداية حديثي، أمريكا التي قررت حل الجيش العراقي، هل ستكون فعلا جادة وساعية لبناء جيش حقيقي أو صحيح سليم في العراق؟ لو كانت هذه غاية أمريكا، كان من البداية ما قررت حل الجيش، وإنما كان هناك ما يسمى إعادة تنظيم الوحدات العسكرية، ويمكن أن يتم إجراء بعض التغييرات. ولكن حل الجيش العراقي هو عبارة عن إنهاء، يعني هدم للأسس التي كان عليها الجيش العراقي، ولا يمكن للميليشياويين الذين يفتقدون أبسط مقومات العلوم العسكرية أن يكونوا قادرين على بناء مؤسسة عسكرية رصينة وسليمة. أمريكا لها دور كبير في هذا. الدور الآخر الذي قامت به الميليشيات نفسها، وهي أنها كانت تبحث عن شرعنة لنفسها من خلال الدمج في الجيش. يعني قبل أن تتم عمليات الدمج بشكل واسع ويصل أفراد هذه الميليشيات إلى رتب قيادية، في البداية كانت الرتب صغيرة. يعني عام 2004 تم دمج ميليشيات، وكانت الرتب تمنح يعني كأقصى حد مقدم، رائد، نقيب، بعض الأحيان عقيد. الآن الشخص اللي تم منحه رتبة عقيد أصبح برتبة فريق، هذا الفريق أصبح قائد، أصبح مدير عمليات، ولا زال لا يفقه من العسكرية شيء. خطابه طائفي، ولاءه لخارج العراق ولمذهب وحزب وجهة يعمل لصالحها لم تكن همومهم أبدا. آخر همومهم هو العراق والأمن في العراق. هنا، كيف تصف استغراب وزير الدفاع الحالي من الظروف المزرية في تكنات الجيش رغم المدة الماضية منذ تكليفه في حكومة السوداني؟ يعني حتى اختيار الوزير الحالي اللي هو محمد ثابت العباسي، حتى اختياره اختيار يكمل المسلسل التخريبي للجيش العراقي. يعني نقولها بلهجتنا العراقية، سقح الضباط يجيبون نقيب هارب من الخدمة العسكرية حتى يكون وزير دفاع. حتى تصرفاته لا ترتقي لرتبة عسكرية. أنا كضابط سابق أقول ما قام به من عملية مسرحية واستعراضية لأنه يحاول أن يظهر نفسه كقائد عسكري، دليل على ضعفه، دليل على أنه لا زال متقوقع في الرتبة الصغيرة التي كان يحملها. إنما قام به نسميه في عرف الضباط واجبات ضابط خفر. الضابط الخفر وهو الضابط الحدث الجديد الذي يكون بمسؤولية آمر فصيل مشهد مثلا أو معاون آمر سرية كحد أعلى، يكون مسؤول عن البحث في آليات إطعام الجنود وكمية الطعام الذي وصلهم. قام بواجبات ضابط خطر وليس وزير دفاع. يعني أنا استغرب، أنت وزير دفاع شلون دخلت بسيارتك التاكسي اللي تستعرض بيها داخل وحدة عسكرية؟ هذا بحد ذاته خلل. يا أخي تعال أنت يا وزير دفاع، ما تسأل نفسك التكتي شلون يقدر يدخل داخل وحدة عسكرية؟ وين هاي الأمور؟ يعني صارت مضحكة الشغلة. ثانيا، أنت جاي تدور، أنت كوزير ابحث عن سلاحك، وزارة الدفاع ماذا تمتلك من أسلحة؟ هل هذه الأسلحة قادرة على أن تحمي سيادة وأمن العراق؟ هل هناك فعلا دورات تدريبية على هذه الأسلحة لترفع من كفاءة الجندي العراقي؟ هل تم تدريب الجندي العراقي على الأسلحة التي يستخدمها؟ أنت دخلت عينك فقط على الأكل، ما شايفين أكل،
اطلع شوف التواتر، القطعات العسكرية متموضعة في مواقع صحيحة وسليمة، التحصينات كاملة، هل هناك خطة دفاعية صحيحة وسليمة لهذه القطعات؟ تجي تسوي الاستعراض وجه الدفاع قاعد ياكل مع الجنود، الجندي هو أخونا وابننا. نعم. ولكن أنت بدل ما تفكر بأكل الجندي فكر بسلام، فكر بأن ما يقتل. نعم. هذا أستاذ فرات، وهذا يسوقنا إلى سؤال افتراضي، هل تعتقد أن هناك نية لدى وزير الدفاع والحكومة الحالية لإنهاء الفساد الجاري وإصلاح المنظومة التي بني على أساسها الجيش في العراق اليوم؟ بالتأكيد لا، لا وزير الدفاع ولا الحكومة. ولا كان هنا، لو كان هناك نية فعلا، خلينا نستذكر ماذا فعل خالد العبيدي. نعم. للجيش العراقي، ماذا فعل البرلمان وأحزابه لخالد العبيدي حينما. نعم. كان يرغب مثلا أو بوادر رغبة في إصلاح المؤسسة العسكرية، الكل وقفوا ضده واتهموه، سواء كان هو فعلا صادق في تلك النية أو لا، ولكن رأينا أنه رد الفعل كان رد قوي جدا، وكانت الملاحظات التي وضعت على خالد العبيدي تؤكد عدم رغبة أي طرف من الأطراف، لا السنية ولا الشيعية ولا الكردية، ببناء جيش عراقي سليم وقوي. وكل هذه السبب الرئيسي فيها هي فترة حكم نوري المالكي. شكرا. التي كانت خالية من وزير دفاع صحيح وحقيقي، حينما. نعم. كلف عدنان الدليمي أعتقد، أو شخص كان لقبه الدليمي. نعم. كان وزير الثقافة وكلفه بوزارة الدفاع وكالة. نعم. الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية الأستاذ فرات خورشيد من مدينة هلسنبرغ السويدية، شكرا جزيلا لكم.